إلينا لمزيد من المتابعة الدكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية، انضم إلينا عبر الهاتف من مدينة الناصرة الفلسطينية. دكتور سهيل، أهلا بك. تحياتي لك ولجميع المتابعات والمتابعين. كيف ترى في البداية دكتور سهيل هذه الخطوة الإسرائيلية والتصعيد الخطير باغتيال إسماعيل هنية في إيران؟ برأيي هذا الاغتيال، وأستطيع القول أن محاولتي الاغتيال أمس واليوم في بيروت وفي طهران، هي فارقة بكل هذا الصراع منذ بداية هذا العدوان على غزة، لأنها تحمل يعني رمزيتين كبيرتين. الرمزية الأولى هي رمزية الجغرافيا، أن الاغتيال تم في الأراضي الإيرانية وفي قلب طهران، وهذا يعني هنالك تداعيات لمثل هذه الجغرافيا. والاغتيال، محاولة الاغتيال أمس في الضاحية الجنوبية في بيروت، وهذا له دلالته الكبيرة أيضا من حيث حزب الله. الجانب الثاني وهو أنه هذا الاغتيال وصل إلى رأس الهرم في حركة حماس، وهذا الأمر ليس يعني تداعياته يعني أكثر بكثير من تداعيات يعني اغتيالات عادية أو شخصية عسكرية مثلا هنا وهناك. فلذلك المسألة مسألة جدية. السؤالين الكبيرين الموجودين في داخل إسرائيل الآن، الأول هل كيف سيكون الرد، سواء من حزب الله وسواء من إيران أو من محور المقاومة عامة. والسؤال الثاني، وبدأت التحضيرات وأعلنت يعني حالة التأهب والاستعداد في المناطق الشمالية بإسرائيل، إغلاق الطيران من الاختيارة حتى الحدود اللبنانية، وعدد من الخطوات الإضافية. النقطة الثانية والسؤال، ما هو دور الولايات المتحدة بهذا الموضوع، وهل كانت تعرف بكل هذا وهي جزء من العملية؟ لأن التداعيات، إسرائيل بحاجة ماسة إلى الولايات المتحدة في كما حدث في الرد الإيراني في 13 و14 إبريل هذه السنة في السماء الإسرائيلية وليلة الصواريخ المشهودة. فلذلك القلق هو سيد الموقف في الداخل الإسرائيلي، القلق الجماهيري والقلق للعديد من المؤسسات والأجهزة. فلذلك يعني ما يميز المشهد الحالي مزيج من القلق والترقب، والأمور ذاهبة بالتصعيد. نعم دكتور سهيل، السؤال الذي يطرح بل يفرض نفسه الآن، لماذا استهداف إسماعيل هنية على أراضي إيران؟ يعني لماذا لم يجري استهدافه في مقر إقامته في قطر؟ لماذا جرى استهدافه وهو ضيف على العاصمة الإيرانية طهران في مراسم تنصيب الرئيس الجديد مسعود بزشكيان؟ هل رسالة إسرائيل أو هدف إسرائيل هو بالفعل محاولة عملية لتوسيع نطاق الحرب في المنطقة؟ الهدف الأساسي لإسرائيل هو استعادة الردع واستعادة الهيبة في المنطقة. هذا هو العنوان الكبير الذي يتفرع منه العشرات من الإمكانيات الموجودة. فشل إسرائيل بأن تحرز الانتصار الساحق في قطاع غزة، والوصول إلى الاستنتاج بأن إعادة الهيبة من الممكن أن تعود بثلاث طرق: إما باستعادة من إسرائيل مباشرة بعمليات معينة، وهذا لم يتم ردعه حتى الآن. الإمكانية الثانية أن تقوم بخطوات بتغطية أمريكية كما فعلت في اليمن، وهذا أيضا على ما يظهر لن يكفي لذلك. فذهبت إلى الإمكانية الثالثة والأخيرة، وهي جر الولايات المتحدة لإمكانية مواجهة إقليمية، سواء أرادت الولايات المتحدة أو لم ترد، وتسحب ذلك وتصبح إسرائيل جزءا من العملية الانتخابية الأمريكية. انظري معي وتذكري معي ماذا كانت تصريحات جالانت على سبيل المثال قبيل سفر نتنياهو إلى الولايات المتحدة. كان يناشد جميع أنحاء العالم بما فيها الداخل الإسرائيلي والولايات المتحدة بضرورة الضغط على نتنياهو لتنفيذ صفقة التبادل. لماذا؟
لأنه يعرف أنه عندما يعود نتنياهو من الولايات المتحدة وبعد خطابه في الكونغرس سيكون بكل الوسائل لأن يكون طرفا كبيرا في تأييد الجمهوريين في الانتخابات الأمريكية، ولا يمكن استعادة الردع والاستفادة من هذا الوضع إلا بتصعيد إقليمي يجبر الولايات المتحدة أن تكون طرفا فاعلا بما في ذلك إمكانية إرسال قواعد ويعني عسكرية على الأرض. فلذلك هذا ما نشهده الآن ويتجسد بشكل واضح أمام أي. كيف ترى ردود الفعل الإيرانية حتى الآن دكتور سهيل؟ ولكن في البداية دعني أنوه إلى هذا النبأ العاجل، حيث أعلنت وكالات أنباء إيرانية أن إيران أعلنت أنه جرى اغتيال إسماعيل هنية بمقذوف جوي. كيف تتوقع ردود الفعل الإيرانية على اغتيال إسماعيل هنية؟ دعني أقول أن يعني هذا الاغتيال في الأراضي الإيرانية يعني هو صدمة للنظام الإيراني إن شئنا ما أردنا، يعني هو يعني عملية استفزازية من حيث الموقع الجغرافي، وهذا يعني ما ينعكس في البيانات الإيرانية دعيني أقول المتكتمة حتى الآن بكثير من التفاصيل ريثما يصلون إلى الاستنتاجات الكبيرة. نعم. وليس فقط قضية كيف يتم الرد، وإنما بداية ماذا حدث. وهذا الأمر يعني بالساعات القريبة سيكون الموقف يعني ضبابي ومربك، ولكن برأيي أن الأمر يعني لا بد أن يكون هناك ردا كبيرا وحاسما، لأن إيران لا تستطيع أن تمر مرة كرامة لمثل. هل اختلف الظرف السياسي الآن بوصول الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان في إيران عما سبقه، خاصة وأن بالفعل هناك اغتيالات طالت قادة إيرانيين على رأسهم قاسم سليماني زعيم الحرس الثوري الإيراني، ولم نرى تصعيدا كبيرا بين إيران وإسرائيل؟ هل هناك مقاربة الآن بين الأمرين والعمليتين؟ وهل وصول بزشكيان يمكن أن يساهم في تغيير السياسة الإيرانية حيال هكذا مشاهد؟ الفرق بين ما جرى مع الحاج قاسم سليمان والآن أمرين. الأمر الأول أن هناك الأيدي المعلنة رسميا كانت أمريكية، والحديث كان يجري على خطوة أمريكية، وحتى ترامب تحدث عن ذلك لاحقا كاشفا أن نتنياهو كان شريكا في البداية وبعد ذلك تراجع عن أن يكون شريكا في هذه الخطوة. فلذلك المسألة كانت مع الأمريكيين. والأمر الثاني أنها كانت على أراضي عراقية ليست إيرانية، بما معناه أنه يجب أخذ بعين الاعتبار العديد من الأمور الإقليمية المتعلقة في علاقات بين الدول وما إلى ذلك، وكيف يؤثر كل رد. وكان هناك في حينها الرد الموزون دعيني أقول على القاعدة العسكرية الأمريكية في عين الأسد. الفرق الآن هو أننا نتحدث عن أراضي إيرانية محضة، نتحدث عن انتهاك للسيادة الإيرانية وأيضا اللبنانية بنفس الحالة بمحاولة الاغتيال أمس. نعم. ونحن نتحدث عن شخصية سياسية باستضافة النظام الإيراني. هذا له دلالات كبيرة، وهذا ليس أمرا يعني مشابها حتى لما جرى مع الحشقة. شكرا جزيلا على هذه المشاركة الدكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية، كنت معي هاتفيا من مدينة الناصرة الفلسطينية.